تحية النظر السريعة على سهم القلعة، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول فوق الدعم اللي عند مستويات الجنيه 70 إلى مستويات الجنيه 80 اللي هو أهم دعم وأقوى دعم بالنسبة لنا، اللي أي تراجع منه هيكون فرصة ممتازة جدا جدا للتعزيز في السهم وليس الهروب من السهم والخوف منه زي ما قلنا. ما زلنا بنتطلع للهدف بتاعنا اللي هو عند مستويات ال 4 جنيه و70 لحد مستويات ال 5 جنيه، ولو قلنا هناخد قمة وقاعة تشكلوا بالنسبة لنا وعايزين مستويات على الأقل مستويات من 78 فيبو لحد مستويات ال 100 فيبو، لو ارتدينا من المستويات دي هنلاقي نفسنا عندنا هدف عند 4 جنيه والهدف التاني عند 4 جنيه و70 قرش، أو ممكن الموجة تتعاملك زي ما قلنا وتروح لحد مستويات ال 127 فيبو لحد مستويات ال 138 فيبو. دي النظرة الواسعة على السهم اللي بنأكد عليها كل فترة وكل أسبوع، فلا داعي للقلق من السهم. قلنا إن السهم بيتداول وعمل لنا هبوط عنيف واعنف من المتوقع، وما زلت شايف ان كل تراجع لسه هيكون فرصه ممتازه، خصوصا ان احنا لو لاحظنا ونزلنا على فريم 5 دقائق السهم عمل انعكاس، ولكن حتى الان الانعكاس غير مؤكد. يعني عمل انعكاس شكله ايه؟ لو احنا لاحظنا السهم عمل لنا موج على هذا الشكل، ده 1 2 3 4 5 ونازل على شكل اي بي سي. هل هنلغي المجهود الشرائي ده ونعمل قاع جديد؟ وممكن سيناريو اخر نطلع ناخد دبليو اكس واي وننزل نعمل قاع جديد، او نستمر في الاتجاه الصعب. نزلت شايف ان السهم في منطقه جيده جدا جدا، خصوصا لو انت قلقان من السهم ممكن تحط وقف خساره عند مستويات الجنيه و70 قرش، ولو قصر التعزز من قاع اللي هيتشكل جديد، رغم اني شايف ان السهم في منطقه قويه. ولا ننسى ان السهم فوق قمة الموجة الأولى اللي المفروض أي تراجع ما يحصلش بينها وبين بعض منها وبين الموجة الأولى تداخل، ولكن حصل تداخل. ولكن كل ما بنروح للمنطقة دي لو ملاحظين الزخم الشرائي بيظهر والزخم البيع بيقل، وما تشاف إنها منطقة قوية، أي تراجع منها يكون فرصة ممتازة جدا للشراء في السهم وليس الهروب منه. ما زلنا نتطلع لقمه جديده لسه تقرب بينا لمنطقه العرض الاهم اللي عند مستويات ال 4 جنيه و70 لحد مستويات ال 5 جنيه، لا قلق من السعر، وما زلنا بنستهدف الشراء. كمان لو احنا لاحظنا الموجه دي المفروض تصحح ما بين مستويات ال 38 لحد مستويات ال 50 فيبو، احنا كسرنا وقريبين جدا من مستويات ال 78 فيبو. هل السهم ممكن يعمل بوك وينزل لحد مستويات الجنيه 55 قرش؟ وارد، ولكن هيبقى نزول ضعيف وهيرتد منه بسرعه، وساعتها هنشوف موجه 5 انفجاريه. ما زلنا ننتظر رده فعل قويه، رغم ان انا شايف ان حصل رده فعل من عند مستويات الجنيه و70 قرش. خلينا نبني عليها الاسبوع القادم ونشوف الحركه اللي هيحصل فيها، وبالتوفيق.